مليون كنخلصوا 150 مليون للتيفيرا. وبما يتميز به هذا المستشفى وهو جراحة القلب المفتوح، وجراحة القلب المفتوح هما نوعان، يعني إما توصيل الشرايين المسدودة المتصلبة أو استبدال الصمامات المتعطلة. وقسم آخر، القسم الثاني، وهو قسطرة القلب ببالون شرياني. وهاد القسمين علاش كيمتاز بهم هذا المستشفى؟ لأنه من قبل وجود هذا المستشفى، من بن سليمان، المحمدية، زناتة، عين سبع، طيط مليل، ما كانش عندهم هذا القسم ديال جراحة القلب والشرايين وقسطرة القلب. وكذلك يمتاز هذا المستشفى بحضانات لانيوناتولوجي، حضانات متطورة جدا. هذا القسم للأطفال حديثي الولادة، وكيكون عندهم مشكل في التنفس أو مشكل دي بريماتوري مثلاً.